السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم؟ من أكثر الحالات إذا جيني في العيادة بالنسبة للرجال هو التهاب البروستات. يحصل التهاب البروستات عند الرجال بنسبة 8.2%، وتكون أعراضه حرقان في البول، التكرار، الذهاب للحمام للتبول، الواحد يصحى في الليل أكثر من مرة عشان يتبول، يصاحبه أحيانا ضعف الانتصاب، ألم مع القذف، وألم أسفل الظهر أو ألم في منطقة العانة أو الخصيتين. التهاب البروستاتا نوعين، إما يكون التهاب بروستاتا حاد أو التهاب بروستاتا مزمن. متى نقول التهاب البروستاتا هذا مزمن؟ إذا كانت الأعراض مستمرة أكثر من 3 شهور. والتهاب البروستاتا المزمن يتكون أيضا من نوعين، إما يكون التهاب بكتيري أو التهاب غير بكتيري. كيف يحدث التهاب البروستات البولية؟ زي ما احنا شايفين هنا، هذه المثانة البولية وهذه البروستات تحت المثانة البولية، شكلها زي التفاحة، اوكي؟ ومجرى البول يمشي خلال البروستات لين يطلع برا الجسم. ايش اكثر سبب يسبب التهاب البروستات؟ هو صعود البكتيريا او دخول البكتيريا عن طريق مجرى البول للبروستات، فيحصل عندنا اما التهاب بروستات حاد او التهاب بروستات مزمن. طبعا لصاحب التهاب البروستاتا الحاد زيادة عن الأعراض اللي قلناها ارتفاع في درجة الحرارة وقشعريرة. إذا حس المريض بهذا الشيء لازم يتوجه إلى المستشفى فورا عشان يدوله مضادات حيوية، وأحيانا يحتاج تنويم ياخذ مضادات عن طريق الوريد خصوصا إذا كان عنده سكر. لتشخيص التهاب البروستات لازم المريض يجي العيادة يقابل الطبيب وياخذ منه التاريخ المرضي ويعمل له بعض الفحوصات والتحاليل. حوريكم إيش الفحص اللي المفروض نعمله. زي ما انتم شايفين هنا، هذه المثانة البولية، هذه البروستات، وهذا مجرى البول، وهذه الخصيتين، وهذه فتحة الشرج. عشان الطبيب يقدر يفحص البروستات ويشوف فيها التهاب او لا، لازم يتم فحصها عن طريق فتحة الشرج. التحاليل اللي نعملها هي مزرعة لافرازات البروستات، واحيانا نطلب اشعة تلفزيونية للجهاز البولي والبروستات. علاج التهاب البروستات يعتمد على اشياء كثير، منها التاريخ المرضي وفحص الطبيب للمريض ونتائج التحاليل والأشعات اللي طلبها الطبيب، وبناء عليه يتم تحديد هل هذا التهاب بكتيري أو التهاب غير بكتيري. الالتهاب البكتيري هو علاجه المضاد الحيوي سواء كان حاد أو مزمن، وتعتمد مدة المضاد على نوع الالتهاب. أما علاج التهاب البروستات الغير بكتيري المزمن أو ما يسمى بآلام الحوض، فهذا يطول شرحه. نحتاج أحيانا نعطي للمرضى مسكنات، أشياء ترخي العضلات، أدوية نفسية، وأحيانا نخليهم يعملوا علاج طبيعي، والعلاج الطبيعي له نتائج جدا فعالة مع التهاب البروستات الغير بكتيري المزمن. وشكرا.